السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من هنا من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمتابعة يعني واحدة من اللقاءات المهمة وآخر لقاء الجولة 20 أكيد اللي غيجمع بين الجيش الملكي وفريق أولمبيك خوريبكا. أكيد لقاء مهم قبل أكيد ندخل في يعني أجواء وتفاصيل المباراة بسرعة. نعطي التشكيلة ديال الفريقين. أولمبيك خوريبكا يدخل بالمجموعة التالية: خالد عسكري في حراسة المرمى، كلاعبين نجيب المعتاني، إبراهيم باكايوكو، يوسف أوغادي، ياسين الكردي، نجيب كوميا، حمزه قلعي، اسامه المسكوري، محمد عسكري، بلال المقري ودونجي. اكيد المدرب هو الاطار الجزائري عز الدين ايتشودي. بالنسبه للاحتياط: حمزه معتمد، عبد العالي عبوبي، امين تيغزوي، محمد رمزي، مهدي الكتام، عبد الصمد امعيش وصلاح ضامين. بالنسبه لفريق الجيش الملكي اكيد صاحب الارض والجمهور محمد امين البرقاني في حراسه المرمى، ايوب العبلود، الياس حداد، يوسف العمري، مصطفى اليوسفي، المهدي بن رحمه، عبد الرحيم الشاكير، صابر الغنجاوي، توفيق اجروتن، محمد كمال، وابو بكر تونغار المدرب وعزيز العامري كاحتياط، ياسين الحواصلي، انس عازم، المهدي النغبي، ابراهيم البسكودي، بوشعيب السفياني، عبد الكبير الوادي، ومحمد الشيخي. طاقم تحكيم هذا اللقاء هو جلال الجيد بمساعده كل من يوسف مبروك ومصطفى اكرداد الحكم الرابع ومصطفى اقشاف. بالنسبه اكيد لقاء مهم بالنسبه للفريقين: الجيش الملكي اللي استعاد اكيد التوازن ديالو والسعادة الكبرياء ديالو وكذلك النتائج إيجابية خصوصا في الشطر التالي من الدوري خلال الأيام، حقق ثلاثة انتصارات من انتصارين متتاليين وتعادل، مما يضعه في خانة الأندية التي يعني يمكن نقول أنه أشرت على أيام قوي وقد تكون كذلك معادلة صعبة على مستوى الدوري تحت قيادة عزيز العامري. بالنسبة لأولمبيك خوريبكا المهمة اليوم ليست بسهلة أمام فريق أولمبيك خوريبكا، وهذا أكيد يعرفه جيدا عزيز العامري. أولمبيك خوريبكا اللي كيتواجد في رتبة ليست بالآمنة، يعني جيدا قيمة نقاط المباراة للخروج من الوضعية اللي كيتواجد فيها. الجولة الماضية تعادل مع الشباب الحسيمي بهدف لمثله، وقبلها انهزم أمام النهضة البركانية بهدف لهدف واحد، تبع المحاولة من الجهة اليسرى لفائدة فريق الجيش الملكي. تمريرة هذه محاولة ولكن ما وصلتش الكرة لمصطفى اليوسفي. يمكن نقول بانه يعني الحضور الجماهيري يعني لا باس به في لقاء اليوم، جماهير الجيش الملكي التي حضرت من اجل يعني مسانده فريق الجيش الملكي ومن اجل اكيد الدفع باللاعبين لتحقيق نتيجه ايجابيه. نقول تقريبا 8000 حتى 10000 متفرج حاضره في لقاء اليوم، واعتقد بانه عوده الجماهير اعطت دفء خاص بالنسبه لمباريات هذه الجوله، واكيد راه تعطي رونق خاص بالنسبه للثلث الاخير من الدوري الاحترافي. بالنسبه للجيش الملكي ذكر بانه في الرتبه السادسه 28 نقطه، 7 ديال الانتصارات، 7 ديال التعادلات، مولي بخمسه ديال الهزائم، سجل 23 هدف ودخلت المرمى ديالو 25 اصابه. فريق اكيد اللي يمكن نقول النتائج ديالو تحسنت بشكل كبير، وامامنا جانب اكيد من الجمهور الذي يحضر لمتابعه اللقاء ويحضر اكيد لاستمتاع بهذه المواجهه، لانه يمكن نقول بانه اللقاءات اللي عاده كتجمع بين الجيش الملكي وفريق اولمبيك خوريبكا لقاءات دائما كتعرف قوه نديه اثاره و يعني تشويق. يمكن نقول بانه خمس مواجهات اخيره الموسم ما قبل الماضي، اولمبيك خوريبكا بالميدان انتصر على الجيش الملكي بهدف لهدف واحد، ولقاء الاياب عرف كذلك فوز اولمبيك خوريبكا بهدف اللي كان سجله المالي سي دي بي. الموسم الماضي الجيش في لقاء الذهاب 0 لمثله، ولقاء الاياب فوز الجيش الملكي بهدف المهدي النغمي. لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق العسكري بهدف لهدف واحد، المهدي النغمي وعبد الرحيم الشاكير اللي كيدخل كرسمي في هذا اللقاء، فيما تيغزاوي هو اللي سجل الهدف الوحيد لفريق اولمبيك خوريبكا. وكما ذكرت بانه تقريبا اغلب المباريات بين الفريقين كتعرف يعني توقيع الاهداف. تابعت محاوله وتدخل جيد، كان تدخل ممتاز اعتقد للمدافع يوسف اوغادي، هو اللي بعد الكره واول زاويه لفائده فريق الجيش الملكي. لقاء اكيد اللي كيعرف تواجد على مستوى التشكيله ديال فريق اولمبيك خوريبكا، جوج لاعبين سبق لهم حملوا الوان فريق اولمبيك خوريبكا. الحديث حول ابراهيم البزغودي اللي كيتواجد على مستوى الاحتياط، والحارس محمد امين البرقادي، وكان يعني ترحاب خاص بالنسبه للاعبي اولمبيك خوريبكا مع اللاعبين. هذه محاوله تمريره من لاعب كوبيا عند اللاعب بلال البقري، في وسط الميدان أسامة المزكوري، دائما يعني بعد أكيد في بداية هذا اللقاء بدأ الفريقين
على اكيد الطرق والسبل اللي يمكن تهدي للمرمات من اللي تابعوا هدف مبكر. اعتقد هدف مبكر بامكانه خلينا نتابعوا لقاء اخر، لقاء اللي يكون يعني ممتع بين الفريقين. امامنا عز الدين ايتجودي اللي كيعرف اكيد اهميه ديال هذه المواجهه. كانت تمريره تدخل ديال الدفاع، هذه محاوله بواسطه لاعب اسامه المذكوري، كانت تمريره من بينغي دونجي ومرتد هجومي مشى توفيق عجروتن في الجهه اليسرى، عجروتن شاعبان توفيق عجروتن وتدخل، يعني تدخل جيد من اللاعب وحمد عسكري اكيد اللي كيحاول انه يرجع لمسانده الدفاع ديال فريق اولمبيك خوريبكا. المواجهه اللي قلت بانه كتجمع بين المدربين اللي عندهم فلسفه خاصه في قياده المباريات، عزيز العامري وعز الدين عيشودي، لكل مدرب قراءته للمواجهه وبالتالي اكيد وضع استراتيجيه اللي غيحاول من خلالها الخروج بنتيجه ايجابيه، لكن نتمنوها انها تساهم في منح الفرحه والاهداف في لقاء دائما كما قلت لقمه كرويه بامتياز. اسامه المذكوري ترجع الكره دائما عند لاعبين فريق اولمبيك خوريبكا، عبد الرحيم شاكير اكيد اللي كيرجع للتشكيل الرسمي بالنسبه لفريق الجيش الملكي. عزيز العامري كانت عنده قراءه تقنيه وقراءه تكتيكيه على مستوى الموقع يعني المكان اللي بامكانه انه يعطي الاضافه على مستوى يعني النظره التكتيكيه ديال عزيز العامري، وانه عبد الرحيم شاكير يكون كمدافع متاخر، ولكن اكيد اللاعب كانت عنده رؤيه اخرى. الخلاف على اي تم تجاوزه، وعبد الرحيم شاكير الان موجود كرسمي في تشكيله الجيش الملكي. اكيد كنعرفوا الدور ديال عبد الرحيم شاكير. امامنا تمريره، هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي، محاوله والكره كتمشي للشرط، الشرط لفائده فريق الجيش الملكي. كانت محاولة بواسطة لاعب صابر الغرجاوي، اللاعب السابق لشباب الريف الحسيمي، غيتنفذ الشرط والكرة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لفائدة فريق أولمبيك خوريبكا الجيش الملكي اللي بالميدان حقق أربعة ديال الانتصارات أمام أولمبيك أسفي، أمام شباب أطلس خولي فرحان سيت أكادير، وكذلك اللقاء اللي كان يعني ديربي أمام الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد، تعادلين أمام شباب قسم تادا وأمام اتحاد طنجة، فيما مني بأربعة ديال الهزائم أمام الكوكب المراكشي، أمام الوداد، النهضة البركانية والدفاع الحسني الجديدي. وبالتالي أكيد الجيش الملكي اللي ذكرت بأنه حقق نتائج جد إيجابية خصوصا على مستوى الإياب، غادي يحاول أنه يواصل بنفس التوهج. هذه محاولة كانت تمريره من توفيق اجروتن، عزيز العامري ارتعب انه يحتفظ باللاعب المهدي النغمي على مستوى الاحتياط اكيد، والدفع بالمالي تونغارا وبمحمد كمال، كذلك لتواجد توفيق اجروتن على مستوى الهجوم. ترجع الكره للحارس محمد امين البرقادي، امين البرقادي اكيد اللي يحمل الوان فريق اولمبيك خوريبكا، وقضى معاه يعني مواسم يمكن لا تنسى لمحمد امين البرقادي. خالد العسكري، كره عند لاعب ابراهيم باكايوكو، اكيد باكايوكو لاعب الايفواري اللي يمكن نقول بانه صمم امان بالنسبه لدفاع فريق اولمبيك خوريبكا، اللاعب اللي كان جرى عمليه جراحيه ولكن العوده ديالو الان اكيد عطى الدفع للدفاع. محاوله فائده فريق الجيش الملكي، وتدخل ديال خالد العسكري، محاوله دائما خطيره والكره في الزاويه، يعني ابرز محاوله في بدايه هذا اللقاء لفائده فريق الجيش الملكي. تابعوا اكيد التمريره والسيده كانت قويه، تابعوا من جديد لارتماءه ممتازه ديال الحارس خالد العسكري، يعني كانت محاوله
اكيد سانحه لاتجديد ثم المتابعه اكيد الى اللاعب محمد كمال. اذا محاوله قطيع من فريق الجيش الملكي في 10 دقائق الاولى من المباراه، كتنفذ الزاويه تدخل ديال الدفاع اكيد من الجيش الملكي يبحث عن هدف مبكر في هذا اللقاء. الكره ما خرجتش، دائما صراع كبير اكيد غنتابعوا صراع كبير في وسط الميدان، لانه الفريق اللي بامكانه انه يلقى الحلول على مستوى وسط الميدان بامكانه يعني يخلق متاعب ويوصل لمعترك الخصم. امامنا اللاعب محمد كمال، هذا لاعب سابق لفريق الرشاد البرنوسي، لاعب عنده امكانيات مهمه، يمكن نقول بانه اندمج بسرعه في التركيبه البشريه بالنسبه لفريق الجيش الملكي. لاعب اللي يعني اصبح يمكن نقول من الهدافين لانه مسجل 5 ديال الاهداف الى جانب عبد الرحيم الشاكير. اكيد انك تتابعوا ديال الخطا لفائده فريق الجيش الملكي. اكيد الضربات الثابته غتكون حل من الحلول بالنسبه للفريقين. المهدي بالرحمه بالرحمه كيلعب الكره ارضيه خطيره لفائده فريق الجيش الملكي، تدخل ديال الدفاع دائما محاوله تمريره وتدخل الدفاع، كانت محاوله خطيره لفائده الجيش الملكي، يعني اخذ ورد في مستطيل العمليات والدفاع كينجح في ابعاد الكره واخراجها. تابعوا من جديد، يعني كانت محاوله خطيره بواسطه لعيب ايوب العملود، كذلك المتابعه ديال صابر الغنجاوي. لاحظوا كذلك التدخل ديال المدافع الايفواري ابراهيم باكايوكو ويوسف اوغادي اللي بعاد الكره. لان محاوله اخرى لفائده الجيش الملكي، هناك ضغط الان من الفريق العسكري اكيد لوصول المرمى. الحارس خالد العسكري، توفيق اجروتن، اجروتن كيحاول انه يراوغ، هناك كان هناك سقوط ديال اللاعب ياسين الكردي. كره في وسط الميدان، ضاعت الكره، هذه محاوله ولكن فقد التوازن. اللاعب مصطفى اليوسفي، ايوب العبلود وسط الميدان، تمريره ممتازه عند لاعب اجروتن لفائده الجيش الملكي والتدخل ديال اسامه الفزكوري. كره خارج ارضيه الملعب، 13 دقيقه على بدايه الجوله الاولى. دائما التعادل السلبي صفر لمثله، ولكن بدايه قويه لفريق الجيش الملكي، وبالتالي اكيد عز الدين عيجودي غادي يحاول يدفع باللاعبين انهم يبقوا في نفس التنظيم الدفاعي، خصوصا يعني الجيش الملكي فريق اكيد اللي عنده امكانيات كبيره على مستوى الهجوم. خالد العسكري كيلعب الكره طويله، تدخل ديال بالرحمه، ضاعت الكره لصابر الغنجاوي ليجيب المعتني، تمرير من محمد عسكري في الجهه الاخرى، ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب. اولمبيك خوريبكا، فريق اللي اكيد في الرتبه 12 21 نقطه، سجل 21 هدف، دخلت المرمى ديالو 25 اصابه، 6 ديال الانتصارات، 3 تعادلات، فيما بني ب 10 ديال الهزائم. كندخل بانه البدايه لم تكن موفقه بالنسبه لاولمبيك خوريبكا، لانه الثلاث جولات الاولى بدايه الموسم يعني 3 ديال الهزائم، من الجولة الرابعة للجولة السادسة هزيمتين وانتصار واحد، وتلعب حصل 12 نقطة، حصل فقط 3 ديال النقاط. من الجولة السابعة للجولة التاسعة انتصار تعادل وهزيمة، من الجولة العاشرة للجولة الخامسة عشر ونهاية الذهاب 3 ديال الانتصارات هزيمتين وتعادل، مع 18 نقطة حصل على 11 نقطة، فيما غياب الانتصار تعادل وهزيمتين، وبالتالي مع 12 نقطة الفريق حصل على 4 ديال النقاط. وعز الدين عيجودي اكيد يحاول انه الفريق على الاقل انه يحتفظ بالمكانه ديالو بالدوري الاحترافي، فيما عزيز العمري في كل مباراه في كل لقاء في كل نزال اعتقد بانه الطموح غادي يكبر. الجيش الملكي
هو فريق ديال الالقاب، هو فريق اللي المكان الطبيعي ديالو هو اكيد انه يلعب على سواء المنافسات المحليه او المنافسات القاريه. محمد امين البرقادي غادي يحاول يلعب الكره طويله، خالد العسكري، صابر الخلجاوي ونجيب المعتلي، اسامه الزكوري، كترجع الكره لفائده فريق اولمبيك خليبكا. في الجهه اليسرى صعود ياسين الكردي، مازال ما تابعناش الفريق الخليبكا على مستوى الهجوم بالرحمه، لانه هناك ضغط كبير بالنسبه لفريق الجيش الملكي على مستوى يعني حامل الكره. نجيب المعتلي، اوغادي، ياسين الكردي، الدوري الاحترافي اكيد بانه غادي ندخلوا للثلث الاخير من الدوري، وبالتالي السباق سيكون قوي لمعرفه سواء الفريق اللي بامكانه يعطي اشاره الفوز باللقب او الفرق الان اللي بدات يعني كتتضح الصوره، الفرق والانديه اللي تنافس من اجل الحفاظ على المكانه ديالها في الدوري الاحترافي على مستوى المقدمه. اكيد فرق وانديه الوداد، الرجاء، الدفاع الحسني الجديد، النهضه البركانيه، اتحاد طنجه، نضيفوا لهم الان الجيش الملكي، لانه الفرق ديال النقاط ماشي كبير بين كل هذه الفرق على مستوى اسفل الترتيب. يمكن نقول نادي القنيطره الشباب قسم التاده، الكوكب المراكشي، شباب ريف الحسيمي، اولمبيك خليبكا، ويمكن نضيفوا لهم حتى الشباب اطلس خليفه، راه ولو ان الفريق الخليفري يعني يحقق نتائج ايجابيه. هذه محاولة تدخل ديال الدفاع، وبالتالي كما قلت الصراع سيكون كبير، نتمنوا انه اكيد يرتفع المستوى ديال المباريات المقبلة، حتى انه يكون تسويق جيد للمنتوج ديال الدوري الاحترافي. عبد الرحيم شاكير، فريق الجيش الملكي كيحاول انه البناء الهجومي ينطلق من الدفاع. هذه محاوله بواسطه لعيب باكايوكو اللي كيحاول انه يعني يساند الهجوم ديال فريق اولمبيك خليبكا. الكره من الجهه اليسرى يعني التمريره، ولكن اللي ما تمكنش من التمرير لعيب اسامه المزكوري. الشرط كينفذ بسرعه ياسين الكردي، نجيب المعتلي، هناك خطأ، هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ. أكيد بالنسبة للنتائج ديال المباريات أكيد اللي انشرت، فالشباب ريف الحسيمي هزم أمام فريق الوداد بهدفين لهدف واحد، فوز كان مهم بالنسبة لفريق الوداد خارج الملعب، ولو أن يمكن الصور اللي تابعناها بعد المباراة تبنوا أنهم ما نتابعوهاش، حتى انه يكون يعني تكون هناك روح رياضيه، حتى ما نتابعوش بعض الاشياء اللي يمكن تخدش هذا الروح الرياضي، وهذا اكيد غادي يرجعنا لعلاقه الجماهير ببعضها، لانه اكيد الهدف واحد هو انه نعطيو منتوج كروي جيد. نتمنوا بانه يعني هذه الصور تلمحي على مستوى كره القدم الوطنيه. الرجاء تمكن من الفوز على حسنة اكادير بهدف يعني لا شيء، اكيد اللقاء اللي جرى هنا بالمجمع الرياضي الامير مولي عبد الله. تبعد زاويه، تدخل ديال الدفاع دائما خطيره، ولكن كان تدخل ديال اللاعب نجم المعتلي كيخرج الكره اللي اشر. قلت الدفاع الحسن الجديد انتصر الكوكب المراكشي بواحد لصفر، النهضه البركانيه انتصر المغرب التطواني بنفس النتيجه بهدف لا شيء. شباب قسمه تادلا عشيه اليوم لازم امام اولمبيك اسفي بثلاثه مقابل هدف واحد، والتعادل الايجابي هدفان لمثل ما في اللقاء اكيد اللي جمع بين النادي القنيطري والفتح الرباطي. شباب قسم تادلا اكيد الهزيمه الاخيره، كنقول بانه ستكون هزيمه يعني مكلفه، لانه الفريق اصبح في يعني اسفل الترتيب. اكيد نضيفوا اليوم نادي القنيطري فريق الالقاب
فريق اللي عنده قاعده جماهيريه والنادي اكيد اللي كنقول بانه المكان الطبيعي ديالو انه يلعب على الالقاب. نادي القنيطري في اسفل الترتيب مطالب انه يبذل كل يعني مجهود كبير للخروج من هذه الوضعيه. عبد الرحيم شاكير، الكره عند ايوب العملود، الياس حداد، صابر الغنجاوي اللي كيحاول يكون يعني يقوم بالربط بين الدفاع والهجوم. مره اخرى صابر الغنجاوي، محمد كمال كضيع منه الكره، كترجعوا لاعبين فريق اولمبي فريبكال، ولكن يعني ما تمكنش لاعب بلال البقري انه هو يمرر. ايوب العملود من جديد لحسن الحظ لانه كان هناك سوء تفاهم بين ابو الرحمه، كذلك اللاعب الياس حداد. حمزه قلعي وسط الميدان ممتازه بالكعب بن نجيب المعتني، ترجع الكره لخالد العسكري، نتمنوا منه هدف، هدف بامكانه. خلينا نتابعوا صوره اخرى للمباراه. ترجع الكره للحارس محمد امين البرقادي، الياس حداد. الياس حداد اكيد اللي خدع المكان ديالو الى جانب عبد الرحيم الشاكير، فيما تم الاحتفاظ بانس عزيم على مستوى الاحتياط، وبالتالي اكيد بانه مرور الدقائق ديال المباراه اكيد كل مدرب غادي يحاول انه يرمي بالاوراق ديالو على مستوى التغييرات. كره في الجهه اليمنى، هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكير، الوقت اللي كتضيع الكره من فريق اولمبي خريبكه اكيد كيرجعوا بسرعه نصف الملعب حتى انهم يخلوش هناك مساحات امام فريق الجيش الملكي. المهدي بالرحمه، عميد الفريق اكيد المهدي بالرحمه، صابر الجوي، محمد كمال، تمريره عند توفيق اجروتن، اجروتن ولكن ما وصلتش الكره لايوب العملود، بالتالي كتضيع هاد المحاوله من فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم شاكير، محمد كمال، دائما بحث متواصل من لاعبي فريق الجيش الملكي على المساحات والممرات اكيد المؤديه اللي مرمى الحارس خالد العسكري، ولكن اكيد البحث على المرتدات الهجوميه من الجهه اليسرى. بلال المقري، بلال المقري اللي كيبحث عن المسانده نجيب المعتني، هذه محاوله ولكن خروج الحارس محمد امين البرقاني، كان خروج موفق لانه كان صعود ديال اللاعب حمزه قلعي. ايوب العملود الاسبوع المقبل الفرق والانديه الوطنيه اكيد اللي غادي تدخل المنافسات الافريقيه على مستوى الدور الاول، كنتمنوا لها كل التوفيق في دوري ابطال افريقيا. الوداد اللي اعفي من الدور التمهيدي غادي يواجه فريق مولانا الكابوني، اللقاء اكيد غادي يتجرى هنا بالمجمع الرياضي الامير المولى عبد الايوب السبت المقبل، فيما اكيد الفتح الرباطي غادي يواجه فريق اهلي طرابلس الليبي في مواجهه اكيد ستكون قويه، خصوصا كنعرفوا المباريات اللي بالنسبه للقاءات ديال شمال افريقيا واللقاءات المغاربيه في كاس الاتحاد الافريقي. اتحاد طنجة اكيد غادي يكون في رحلة لغينيا حتى انه يواجه فريق كانوب ستار الغيني. اتحاد طنجة اللي كان تخطى خلال الدور التمهيدي فريق دوان من النيجر والمغرب الفاسي، اكيد اللي كان تخطى العقبة ديال كارا برازافيل بلاد الكونغو، غادي يواجه فريق قوي ممثل الكرة الايفوارية فريق كاكنوا. نتمنى كل التوفيق للاندية الوطنية
وصل بانه الكره المغربيه اكيد كان دائما عندها حضور على المستوى الافريقي. والجيش الملكي اكيد فريق اللي امامنا كان اول فريق مغربي يفوز باللقب القاري سنه 85 اللي كان على حساب ارس دراغون من الزير سابقا 5-2 بالرباط 1-1 بلومومباتشي 89 رجع هذا المغرب الثاني لقب على حساب مولدية وهران 92 الوداد ثالث لقب كان امام الهلال ثم الرجاء بعد ذلك جي القاب 99 امام الشانطي جولد فيز الغادي و 99 امام الترجي التونسي. وبالتالي اكيد حضور دائما متميز في كاس الاتحاد الافريقي كذلك الكره المغربيه كانت دائما حاضره خصوصا في النسخه الجديده ديال كاس الاتحاد الافريقي بعد ادماج كاس كوس افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه. 2005 الجماكين كان فاز على الدولفين و2010 الفتح الرباطي على الصفاقس 2011 المغرب الفاسي وكنقول بانه هيمنه ديال الانديه الشمال الافريقية كذلك في كاس الاتحاد الافريقي بتونس 5 ديال الالقاب المغرب 3 ديال الالقاب تبع المحاولات تدخل ديال الدفاع ومصر بلقب واحد كان فاز بالاهلي المصري. تمنوا بانه هذا الموسم الانديه الوطنيه تمكن من على الاقل وصول الادوار النهائيه على غرار الموسم الماضي الفتح الرباطي اللي وصل الدور النصف النهائي وكان قاب قوسين او ادنى من وصول المباراه النهائيه وكان هازم امام فريق اولمبيك بجايا الجزائري فيما الوداد اللي هذه محاوله ممتازه ولكن الحكم كان رافع الرايه تدخل ديال خالد العسكري ولكن الحكم كان رافع الرايه معلنا عن التسلل. قلت الوداد اللي كان خرج الدور النصف النهائي من دوري ابطال افريقيا امام الزمالك المصري كل فرق اكيد غتحاول انه يكون عندها تحدي لما لا لوصول الادوار لا الوداد ولا الفتح الرباطي اللي عندهم تجربه كبيره في هذه المنافسات اتحاد طنجه صحيح بانه يمكن نقول بانه دخل التاريخ من البوابه الافريقيه في كاس الاتحاد الافريقي ولكن عنده من اللاعبين وعنده اكيد من الطموح كذلك ومن الدعم ديال المسؤولين وديال الجماهير ومدرب اكيد اللي هو عنده تجربه في مثل هذه المنافسات سي عبد الحق بن شيخه اللي غادي يحاولوا اكيد انهم يوصلوا لادوار متقدمه. نضيفوا لهم المغرب الفاسي صحيح بانه بالقسم الثاني ولكن المنافسات الافريقيه كيبقى عندها طعم ولانه حتى اللاعبين اكيد ما كيمثلوش فقط المغرب الفاسي ولا اتحاد طنجه ولا الفتح ولا الوداد ولكن الكره المغربيه هذه محاوله كانت للجيش الملكي من الجهه اليمنى تدخل ديال الدفاع والكره خارج ارضيه الملعب كانت المتابعه ديال مصطفى اليوسفي وضربه مرمى لفائده فريق اولمبي خريبكا حتى الان التعادل 0-2 فريق على المستوى الدفاعي منظم هو اولمبي خريبكا فريق الجيش الملكي يبحث عن الممرات يبحث عن المساحات والطرق المؤديه لمرمى الحارس خالد العسكري ولكن حتى الان ما زالت المهمه صعبه امام كما قلت هذا التنظيم الدفاعي الراسيه ديال بالرحمه كانت تمريره من صابر الخرجاوي محاولة محمد كمال محاوله خروج خالد العسكري في المكان والتوقيت المناسبين خالد العسكري اكيد الحارس اللي السابق ديال الجيش الملكي اكيد يلعب كذلك امام اصدقاء الامس خالد العسكري اللي كذلك حمل الوان الدفاع الحسن الجديدي وفريق الرجاء اللي اكيد لعب معاه كاس العالم للانديه ذكريات ستبقى خالده اكيد عند خالد اللي وصل للمباراه النهائيه صابر الغرجاوي كره طويله ما وصلتش لمحمد كمال كاينش هناك خطا كان تدخل ديال نجيب كوميا هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي وتسديده فوق المرمى محاوله لفائده فريق الجيش الملكي اجروتن السابق للنادي الخريطي لاحظوا التمريره من محمد كمال وتوفيق اجروتن بغى يسدد مباشره للمرمى مشات الكره ديالو فوق مرمى الحارس خالد العسكري وكذلك الجماهير فريق اولمبيك خريبكا الحاضره كذلك في هذا اللقاء باعداد مهمه
اللي جات من اجل تشجيع ومسانده الفريق الخليبي، كذلك الاحواج للمسانده في هذه الوضعيه. قلت بانه العوده ديال الجماهير اعطت الدفء اكيد للمدرجات، تبعد المحاوله ولكن حمزه قرعي امامنا ما وصلش الكره. واحد من اللاعبين اللي عنده امكانيات جيده وعزيز العمري اكيد كيعتمد عليه كعصمي. امامنا جانب من جماهير فريق اولمبي خليل قال لي قلت بانه تحضر باعداد مهمه هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وروح رياضيه كبيره من جماهير الفريقين. الياس حداد كره في وسط الميدان، الراسيه ديال محمد كمال، هذه محاوله بواسطه مصطفى اليوسفي، مشى من الجهه اليمنى محاوله الهدف الاول لفائده التشجيع الملكي. مصطفى اليوسفي يجد اكيد الممرات ويجد الثغرات والحل حتى يضع الكره في شباك الحارس خالد العسكري، وفرحه مستحقه لجماهير الجيش الملكي بالهدف الاول بعد مرور نصف ساعه من اللقاء. اذا الجيش الملكي يجد الطريق نحو مرمى الحارس خالد العسكري، فرحه كبيره للجماهير وكذلك للاعبين. يعني مصطفى اليوسفي يعني اللاعب الان اصبح في يعني توب الهدافين. لاحظوا مصطفى اليوسفي انطلاقه، مشى دخل داخل المستطيل العمليات، اكيد كان مضايق بواسطه ابراهيم باكايوكو المدافع الايفواري، ولكنه نجح في وضع الكره في الشباك، وبالتالي اذا الجيش الملكي كيتمكن من انه يفتتح النتيجه ديال هذا اللقاء. لاحظوا الفرحه سواء ديال ابو بكر تونغارا اللاعب المالي او للاعب مصطفى اليوسفي. اذا هدف لفائده الجيش الملكي اللي كيجي تقريبا دقيقة 30 على الجولة الأولى. الآن غننتظروا ردة فعل ديال الفريق الأولمبي خليبكا، لأنه الفريق الآن غادي يحاول يرجع في النتيجة تبع المحاولة، ولكن ما وصلتش الكرة لبلال البقري. عبد الرحيم شاكير، ما كاينش هناك خطأ. أعتقد أن المباراة أصبحت مفتوحة لأن أولمبيك خليبكا غادي يحاول يرجع في النتيجة، وبالتالي غادي يكون هناك مساحات اللي كل فريق غادي يحاول يستثمرها. محمد أمين البرقادي، إلياس حداد عند لاعب حمزة القلعي، باكايوكو، أسامة المزكوري ما وصلش كرة لنجيب المعتلي. إجروتن أقرب كان هو نجيب كوبيا، الحكم كيعلن على الخطأ. كما ذكرت بأنه يعني هدف غادي يخلينا نتابعوا لقاء آخر أولمبيك خليبكا اللي خارج الميدان، يعني حقق جوج انتصارات أمام شباب الحسيمي أمام الكوكب المراكشي، ولكن بالمقابل بني بسبعة ديال الهزائم أمام المغرب التطواني الدفاع الحاسم الجديد شباب قصر التادلة اتحاد طنجة أولمبيك أسفي الوداد والنهضة البركانية. عبد الرحيم شاكير بالرحمة، كرة طويلة في اتجاه محمد كمال، كان تدخل ياسين الكردي دائما محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي عند أبو بكر تونغارا. محمد كمال مراوغة ممتازة ممتازة، هذه محاولة مصطفى اليوسفي يعود للظهور ويعود للتهديف وثنائية في هذا اللقاء 2-0 لفائدة الجيش الملكي. ولكن الطريقة باش تسجل هدف طريقة جميلة وطريقة ممتازة أكيد التمريرات، ومصطفى اليوسفي ينهيها بهدف وبكرة في شباك خالد العسكري تقريبا فقط 4 دقائق يعني على الهدف الأول. لاحظوا محمد كمال يعني كانت تمريرة ممتازة من أبو بكر تونغارا بالكعب عند مصطفى اليوسفي الذي ينهيها بأفضل حلة وبأفضل صورة ويضع الكرة في شباك الحارس خالد العسكري. لاحظوا كانت كرة عرضية وتسديدة قوية
لم يتمكن يعني خالد العسكري من ابعادها، وبالتالي 2-0 لفائده الجيش الملكي ببدايه قويه وبظهور متميز كما قلت على مستوى يعني هذا الاياب اللي حقق 3 انتصارات، يعني من 2 انتصارات متتاليه وتعادل، وبالتالي الفريق اكيد يحاول ان يواصل بنفس التوهج وبنفس الحضور 2-0، وبالتالي اكيد المعطيات الارقام اللي قدمت في بدايه تعليقي على المواجهه بانه على الاقل 5 مواجهات الاخيره بين الفريقين دائما هناك اثاره وهناك تشويق وهناك اهداف، لان الفريقين كيلعبوا كره مفتوحه. الياس حداد، صابر الغرجاوي، عبد الرحيم شاكير، ممتاز بن كعب الاحضر، عبد محمد كمال مشى في الجهه اليمنى، محمد كمال ولكن اقرب لابراهيم باكايوكو اللي كيدخل الجيش الملكي، اصبح يعني خطير على مستوى المحاولات الهجوميه. اليوسفي مره اخرى محاوله، لاحظوا التمريرات بالرحمه، يعني يمكن نقول بانه صراحه اللمسه ديال عزيز العامري حاضره بشكل يعني جلي وبشكل واضح. كان عندي حديث مع عزيز العامري قبل اللقاء، يعني المدرب اكيد اللي كيحاول بانه في كل فريق يعني وضع الرحال عنده، الا انه كيبغي يخلي البصمه اخيره اكيد مع المغرب عتيق طوالي فاز معاه بجوج ديال الالقاب وحضور بكاس العالم للانديه. الجيش الملكي الان اصبح بصوره اخرى وبنتائج جيده. نجيب المعتلي، تشجيعات متواصله من الجماهير اكيد الحاضره الان بقوه والتي تواصل وتشجع، واكيد الان يعني التشجيع اللي كتقدمه العزيز العامري، لانه كما قلت العمل اللي كيقدم الى جانب اللاعبين تبع المحاوله، الكردي كيرفع الكره تدخل ديال عبد الرحيم الشاكير، الكره ما خرجتش. نجيب المعتلي، هذه محاوله بواسطه بلال المقري كيسترجعوا اللاعبين عبد الرحيم الشاكير، تمريره ممتازه هذه محاوله لفائدة فريق الجيش الملكي، تمريرة كانت جميلة من لاعب يوسف العمري اللي مرر في اتجاه إجدرونتن، ولكن الكرة كتخرج خارج أرضية الملعب. ياسين كردي، نجيب المعتلي، الكردي في الجهه اليسرى، اولمبيك خريبكا اللي يعني اذا تحدثت على الجيش الملكي كذلك الفريق ديال الالقاب 12 لقب ديال البطوله، 11 لقب ديال كاس العرش، كاس افريقيا للانديه البطله وكاس الاتحاد الافريقي، فيمكن تحدث كذلك على الفريق اولمبيك خريبكا اللي بقى كذلك من الفرق اللي تمكنت الفوز بالدوري موسم 2006 2007، صحيح بانه لقب واحد. الفريق يمكن كما قلت يعني المكان الطبيعي هو انه يلعب على الالقاب، فاز بكاس العرش مرتين، كذلك كان عنده حضور على مستوى الخارجي، 2006 كانت عنده اول مشاركه بدوري ابطال افريقيا وكان خرج من الدور الثاني امام المريخ السوداني، 97 الرتبه الثانيه في بطوله النخبه العربيه، الثالثه كانت قامت بالدار البيضاء الى جانب الاهلي المصري والرجاء البيضاوي، لقب عربي 96 بالاردن، اكيد البطوله العربيه لابطال الكؤوس في النهائي اللي كان فاز على الفيصلي الاردني، وبالتالي عز الدين ايجودي اكيد يعرف قيمه فريق للجماهير دائما كطالب انه الفريق يكون مع يعني في المراتب الاولى، اكيد الفريق اللي اعطى العديد من اللاعبين. نذكر اكيد جيل الذهبي، جيل الحدومي وحبابي وزوين، الى جيل بودلال، ميري امزين، رفيق عبد الصمد، العقال، فلاح، سمير مهدوفي، تريكي، مرصادي، المرحوم اقدار، اكيد اللي اعطى العديد من اللاعبين اللي كذلك للمنتخبات الوطنيه. بالنسبه لفريق الجيش الملكي فاللائحه تبقى طويله وطويله جدا، اكيد من جيل باموس وصويلح وابن ناصر الى باخا الفاضل مول ادريس، الى جيل التيمومي وخيري وحسينه ودحان والمريز والغريسي وشيشه
واكيد وغيرهم من اللاعبين، يعني اعتذر الى ما ذكرش العديد من اللاعبين اللي سبق لهم اكيد قدموا يعني خدمات كبيره ليس فقط للجيش الملكي ولكن لكره القدم الوطنيه. والجيش الملكي كان دائما حاضر على المستوى الخارجي وعلى المستوى الافريقي. كندخلوا الان خمس دقائق الاخيره من الجوله الاولى امام اللاعب يوسف اوغادي، هناك اصابه على مستوى الانف. سلامات ليوسف اوغادي، واحد من اللاعبين اللي عنده تجربه في صفوف فريق اولمبي خريبكا، وكذلك قيمه مضافه على مستوى الدفاع ديال فريق اولمبي خريبكا. الياس حداد بالرحمه، عبد الرحيم شاكير كيمرر في اتجاه ابو بكر تونغارا. تونغارا مراوغه في محاوله فائده فريق الجيش الملكي، بغى يلعب الكره بالكعب، يعني بغى يمرر عند محمد كمال ولكن ضاعت له الكره. نجيب الكوميا في محاوله في الجهه اليسرى، اللاعب بلال المقري. الحكم رفع الرايه، الكره تجاوزت الخط وبالتالي شرط فائده فريق الجيش الملكي. الان العوده ديال يوسف اوغادي اكيد اللي غادي يواصل اللقاء. الهدف الثاني اللي تسجل اكيد غادي يكون عنده وقع على النفسيه ديال اللاعبين، وهذا هو اللي غادي يخلي انه عز الدين عجودي على الاقل يحاول انه يعني تدويب الفارق، ولو ان حتى الان الجيش الملكي منظم فوق ارضيه الملعب. يوسف اوغادي كره في الجهه اليسرى، ما وصلش الكره لياسين الكردي، الكره كانت اطول وبالتالي كتخرج خارج ارضيه الملعب. غيتنفذ الشرط، تمريرة خاطئة، هذه محاولة دونجي كيمرر عند أسامة الفكوري. محاولة لفائدة فريق أولمبي خريبكا، حمزة قلعي والكرة في الشرط. الشرط لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، نجيب كوميا غادي ينفذ الشرط. الراسيه ديال لاعب بينكي طونجي، ولكن تدخل ديال الياس حداد اللي كيبعاد الكره. كوميا كتوصل عند مصطفى اليوسفي، محمد كمال هذه محاوله فائده فريق الجيش الملكي، تمريره في الجهه اليسرى عند توفيق عجروتن. اكيد المرتدات الهجوميه ديال فريق الجيش الملكي دائما تكتسي خطوره. صابر الغنجاوي، الغنجاوي كيمرر محاوله لفائده فريق الجيش الملكي ولكن ما تمكنش اليوسفي من التمرير. محاوله وتدخل يعني العوده اكيد الموفقه ديال اللاعب ياسين الكردي في وسط الميدان. عسكري عند لاعب حمزه قلعي اتجاه لاعب بينكي طونجي، خروج الحارس محمد امين البرقادي. اولمبيك خويا مازال كيبحث على يعني المحاولات اللي يمكن تكتسي خطوره على مرمى الحارس محمد امين البرقادي. تواجد لاعب طونجي وبلال المقري وراهم ناجيب المعتني واسامه البسكوري، ولكن يمكن الدور الدفاعي الان طاغي بشكل كبير لانه الجيش الملكي كيحاول انه يعني يفرض الايقاع ديالو. عبد الرحيم شاكير تمريرات قصيره من لاعب فريق الجيش الملكي، ما كاينش هناك تسرع. ابو بكر تونغارا، الياس حداد، الياس حداد بغى يمرر في الجهه اليمنى عند اللاعب ايوب العملود. هذه محاوله بواسطه لاعب كوميا شوادي دي عماد في التمريره في الجهه الاخرى، ولكن كانت قراءه ممتازه ليوسف العمري، ما كاينش هناك خطا. هذه محاوله لفائده فريق اولمبيك خريبكا، دونجي محاوله زيده لكن مشات فوق المرمى بواسطه محمد عسكري. امامنا محمد عسكري تسديده ولكن مشات فوق مرمى الحارس محمد امين البرقاني، وبالتالي كتضيع هذه المحاوله. كنعتبروها المحاوله الابرز بالنسبه لاولمبيك خريبكا في هذه الجوله الاولى. تابعوا التسديده ديال محمد عسكري
مشات فوق مرمى الحارس محمد امين البرقادي. كيتلعبوا الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي للجوله الاولى في انتظار انهم تعرفوا على الوقت بدل الضائع اكيد اللي غادي يعلن عليه الحكم الرابع تونغارا صابر الغرجاوي وبالرحمه اتجاه مصطفى اليوسفي، ولكن التبنيه ديالو ما مشاتش عند محمد كمال كردي. محمد عسكري مره اخرى ياسين الكردي، لاحظوا ما كاينش هناك حلول. تالي ترجع الكره عند يوسف اوكادي، نجيب كوميا، حمزه قلعي، تمريره طويله البحث عن لاعب بينكي دونجي، تدخل ديال الدفاع دقيقه واحده كوقت بدل ضائع للجوله الاولى لانه ما كانش هناك يعني توقفات كثيره في هذه الجوله الاولى. الجيش الملكي اكيد اللي تمكن من توقيع جوج ديال الاهداف بواسطه مصطفى اليوسفي اللي مسجل ثنائيه دقيقه 30 و 4 دقائق بعد ذلك كيضيف الهدف الثاني. اعتقد بانه في فتره الاستراحه عز الدين ايجودي غيكون عنده حديث طويل مع اللاعبين حتى انهم يظهروا بوجه افضل من الجوله الاولى، وبالتالي انهم يخلقوا مشاكل لدفاع فريق الجيش الملكي. بالمقابل عزيز العبري اكيد بانه غادي يحاول انه يواصل بنفس يعني الشكل، وبالتالي اكيد الطموح غادي يكون كذلك لاضافه اهداف اخرى. غنتابعوا الخطا واعتقد غادي يكون هو الاخير في هذه الجوله الاولى لفائده اولمبي خوليبكا. محمد عامر البرقادي في حديث مع اللاعبين اكيد غادي يشكلوا الحائط. كنتابعوا الخطا اللي ترتكب في حق اللاعب بلال البكري. إذن محاولة لأولمبيك خوريبكا. ياسين الكردي وراء الكرة، أربعة ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط. الحكم كيطلب اللاعبين أنهم ياخذوا المكان ديالهم، وياسين الكردي أكيد اللي غيستعد لتنفيذ. ياسين الكردي كيلعب بالرجل اليسرى، كيلعب الكرة كتضرب في الحائط دائما خطيرة لفائدة أولمبيك خوريبكا. إذن بينغي دونجي، بينغي دونجي اكيد يحمل الخطوره، يحمل الخطوره ويسجل الهدف. وهذا هو اللي قلت بانه يعني اولمبيك خوريبكا وعز الدين ايجودي غادي يحاولوا انهم على الاقل تقليص الفارق في انتظار انهم يظهروا بوجه افضل خلال الجوله الثانيه. اذا الدقيقه يعني من الوقت بدل الضائع كتعطي الجديد. لاحظوا ياسين الكردي لعب الكره، ضربت الكره في الحائط، يعني الراسيه ديال العسكري كتوصل لبيكي دونجي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدفين لهدف واحد ونهايه الجوله الاولى باكيد تقدم الجيش الملكي بهدفين لهدف واحد بعد مصطفى اليوسفي وثنائيه اليوسفي. بيكي دونجي كيتمكن انه يحمل الخطوره بالفعل على مرمى الحارس محمد امين البرقادي ويسجل هدف لتقليص الفريق اللي غيخلينا نتابعوا الجوله الثانيه اكثر اثاره واكثر تشويق. اشكركم، القاكم عند بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. أرحب بكل مشاهدينا الكرام من جديد هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمتابعة الجولة الثانية من اللقاء اللي كيجمع بين الجيش الملكي وفريق أولمبيك خوريبكا. جولة أولى اللي عرفت توقيع ثلاثة ديال الأهداف، يعني جوج منها أكيد لفائدة الجيش الملكي اللي يعني خرج متقدم من الجولة الأولى. وأكيد نتابع يعني الأهداف ديال هذه الجولة الأولى، وشكر خاص كل زملائي التقنيين. الهدف أكيد الأول بواسطة مصطفى اليوسفي اللي تألق خلال الجولة الأولى بتسجيله لثنائية مصطفى اليوسفي، كان توا غول تسديدة مباشرة في مرمى الحارس خالد العسكري ليعود بعد ذلك مصطفى اليوسفي. يعني تقريبا اربعه ديال الدقائق بعد تسجيل الهدف الاول حتى انه يوقع الهدف الثاني. كنقول بانه كان استغلال فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق اولمبيك خوريبكا. لاحظوا يعني التمريره كانت ممتازه من اللاعب ابو بكر تونغارا، ومصطفى اليوسفي يتمكن من وضع الكره في الشباك. اكيد الثواني الاخيره والدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع حملت اخبار ساره لفريق اولمبيك خوريبكا اللي تمكن من تدويب الفريق بعد ما كانت هناك ضربه ثابته اللي نفذها ياسين الكردي. اكيد كانت هناك راسيه
ديال محمد عسكري وصلت الكره للكاميروني بينغي دونجي اللي تمكن انه يوضع الكره في الشباك، وبالتالي اولمبيك خوليبكا يعود لمستودع الملابس على الاقل بفارق هدف واحد. وبالتالي يمكن نقول بانه الفتره ديال الاستراحه كل مدرب اكيد كانت عنده قراءات يعني على ضوء المعطيات ديال الجوله الاولى. عزيز العمري اللي غادي يحاول انه يبحث على اهداف اخرى حتى انه يخرج بنتيجه ايجابيه في لقاء اليوم. كما قلت الجيش الملكي اللي استعاد التوازن ديالو، استعاد الكبرياء ديالو، وان النتائج ايجابيه خصوصا على مستوى الشطر الثاني من الدوري ومن الاياب، حقق ثلاث انتصارات من انتصارين متتاليين وتعادل، مما وضعه اكيد في خانه الانديه اللي يمكن نقول بانه ناجح على مستوى الاياب. اكيد اولمبيك خوريبكا في وضعيه يعني صعبه جدا. الجوله الماضيه تعادل مع شباب الحسيمي، وقبلها انهزم امام النهضه البركانيه بهدفين لهدف واحد. وبالتالي يمكن نقول اي هزيمه اي خساره اليوم قد تزيد من جراح الخوريبكيين. وبالتالي اعتقد عز الدين ايجودي غادي يحاول انه يبحث على الهدف ديال التعادل، واعتقد هو اللي غيخلينا نتابعوا 45 دقيقه ستكون غايه في الاثاره والتشويق، خصوصا بحضور الجماهيري اللي قلت بانه حضور يعني كبير، حضور متميز اليوم، خصوصا جماهير الجيش الملكي اللي جات اكيد لمسانده اللاعبين، وكذلك الجماهير التي انتقلت من مدينه خوريبكا. اذا الجوله الاولى تابعنا ثلاثه ديال الاهداف، الجوله الثانيه اكيد وكل فريق غادي يحاول انه يحقق يعني لما لا تسجيل اهداف وتحقيق نتائج ايجابيه. هناك تغيير، اذا تغيير في صفوف فريق اولمبيك خوريبكا، دخول عبد العالي عبوبي، اذا دخول عبد العالي عبوبي، وبالتالي ورقه اخرى على مستوى الهجوم كيرمي بها فريق اولمبيك خوريبكا. غادي نتعرف على اللاعب اللي خرج. اذا تعطات انطلاقه ديال الجوله الثانيه، كره في ايدات اولمبيك خوريبكا، عبد العالي عبوبي ضاعت منه الكره. كره في الجهه اليسرى، شرط في ايدات الجيش الملكي. يعني جوله اولى الجيش الملكي على مستوى يعني استحواذ الكره وعلى مستوى المحاولات ديال التسجيل كان هو الافضل، كان هو المبادر لمرمى الحارس خالد العسكري. يمكن نقول بانه اولمبيك خوريبكا كان محاولات محتشمه خلال الجوله الاولى، ولكن كان هناك تسديده ديال محمد العسكري لم تكتسل الخطوره بالنسبه لمرمى الحارس محمد عبد البرقادي. احتاجت اكيد الكره الثابته اللي تم استغلالها على نحو جيد، خصوصا اللاعب الكاميروني بينغي دونجي اللي تمكن انه يوضع الكره في الشباك، وبالتالي توقيع الهدف الاول اللي فائده اولمبيك خوريبكا. يوسف اوغادي عند لاعب اسامه البذكوري. هذه محاوله، صراع كبير في وسط الميدان. الحكم كيعلن على الخطا لفائده فريق اولمبيك خوريبكا. او لفائده الجيش الملكي. كان التدخل ديال المدافع نجيب كوميا والضربات الثابته اكيد غتكون حل من الحلول في هذا اللقاء. اللاعب اللي غادر هو ياسين الكردي، وبالتالي خروج مدافع ودخول لاعب وسط ميدان هجومي هو عبد العالي العبوبي. وراء الكره هناك عبيد الفريق مهدي بالرحمه وكذلك عبد الرحيم شاكير، جوج اللاعبين اكيد كيجدوا التسديد. ثلاثه ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط. اذا غنتابعوا الخطا، عبد الرحيم شاكير المهدي بالرحمه. اذا المهدي بالرحمه كيلعب كره مباشره ولكن مشات بعيده فوق مرمى الحارس خالد العسكري. اكيد بغون نتمنوا الشفاء العاجل لعلي العمري، هناك لافته اللي حاملينها الجماهير ديال الجيش الملكي، هو الاب ديال يوسف العمري اكيد المتواجد في تشكيله فريق الجيش الملكي. اكيد نتمنوا ليه الشفاء العاجل، واحد من المحبين ديال فريق الجيش الملكي ومن الغيورين على الفريق. هناك خطا المباراه متوقفه، لاحظوا
كان صعود ديال كل من برحمة وكذلك ابراهيم باكايوكو. هذا اللاعب توفيق اجروتن كنقول من انتدابات اللي كانت مهمه بالنسبه لفريق الجيش الملكي نظرا للقيمه ديال هذا اللاعب. الجيش الملكي اللي قام يعني بالتعاقد مع البوركينابي ابو بكر كونجو على سبيل الاعاره لاعب اتحاد بلوخميسات، كذلك مع المالي اسماعيل تونغارا. توفيق اجروتن، صابر الغنجاوي، وعبد الكبير الوادي القادم من فريق الرجاء، فيما تم تسريح كل من يوسف انور لفريق الرجاء، بن عدين مشى لاتحاد بلوخميسات، و لاعب كيد زريول اللي هو بوعار الفريق اتحاد الزموري للخميسات. هناك تغييرات كانت كثيرة على مستوى التركيبة البشرية بالنسبة لفريق الجيش الملكي اللي كانت تدب البرقادي بزغودي ليركي أكيد اللي كيغيب على هذا اللقاء، الشادلي العشير محمد كمال، فيما التسريح كل من العمراني فتح حسن الطير أشرف حجي خضري، وبالتالي كلها كانت اكيد تغييرات على مستوى التركيبه البشريه لفريق الجيش الملكي. مره اخرى المباراه متوقفه، هناك سقوط ديال اللاعب محمد عسكري، الحكم كطلب من الطاقم الطبي انه يدخل حتى انه يعطي الاسعافات الاوليه للاعب محمد عسكري من غيابات ديال فريق الجيش الملكي. هناك عبد الحفيظ ليركي، زهير وشن، حمزه خابه، محسن العشير، هادو كلهم اكيد غيابات بالنسبه لفريق الجيش الملكي. بالمقابل هناك عبد الفتاح بوخريس اللي كيغيب عن هذه المواجهه، وهناك النيجيري اوكتا اكيد اللي كذلك من الغيابات. الى جانب الجماهير هناك حضور كذلك اللاعب انا فلوس اللي كيبقى كذلك واحد من اللاعبين يعني المتميزين اللي مروا في صفوف فريق الجيش الملكي. والحسن انا فلوس يمكن نقول من المتواجدين يعني القلال في ثلاث مناسبات كهداف للدوري امامنا. اكيد الحسن انا فلوس 88 91 92 واحد كان من ابرز اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي، وكما ذكرت من اللاعبين القلال اللي توجوا في ثلاث مناسبات. يمكن نذكر محمد البوساتي اللاعب السابق لنادي القلاطري في 77 81 82 تم محاوله في هذا الفريق الاولمبي خوليبكا، ولكن تدخل ديال المدافع يوسف العمري. قلت الى جانب البوساتي هناك حسن نادر اللاعب السابق لفريق الوداد 86 87 82 كاس ديال المواسم كهداف، عبد السلام الغريسي كذلك لاعب الجيش الملكي 83 90 94، ونضيف لهم مصطفى بيدودان 2000 2003 2004. مصطفى بيدودان اكيد اللي يحمل الوان الغريبين التقليديين الرجاء والوداد. عبد العالي العبوبي انطلاقه من جهه اليسرى محاوله لفائده فريق اولمبي خوليبكا، ولكن تمريره فقط عند اللاعب الياس حداد بالرحمه. ابو بكر تونغارا، هناك خطا، هناك خطا بالفعل لفائده فريق اولمبيك خوليبكا. كيتنفذ الخطا، تابعوا من جديد اكيد الخطا اللي ترتكب في حق اللاعب نجيب المعتلي الايفواري ابراهيم باكايوكو، يوسف اوغادي عند اسامه المزبوري. اسامه المزبوري دائما كيحتفظ بالكره، دور كبير كيقوم به اللاعب اسامه المزبوري على مستوى وسط الميدان وعلى مستوى يعني افتكاك واسترجاع الكرات، وكذلك انه يساهم في البناء الهجومي. مراوغات ممتازه لنجيب المعتلي كمرر في اتجاه اللاعب بلال البقري، والحكم كيعلن على خطا، خطا لفائده فريق اولمبيك خوليبكا اللي كانت تمريره ممتازه في اتجاه اللاعب بلال البقري امامنا، وبالتالي يعني تم ارتكاب الخطا. والضربات الثابته اكيد غتبقى دائما تشكل خطوره، لاحظوا التدخل ديال عبد الرحيم شاكير، الحكم كان قريبا من العمليه. قلت الضربات الثابته اكيد ستقلق راحه سواء محمد امين البرقادي او خالد العسكري، لان عزيز العامري طلب من اللاعبين الاحتياطيين انهم يقوموا بعمليه ديال الاحماء
وبالتالي غنتظروا أن يكون هناك تغييرات في صفوف الفريق العسكري. إذا غنتابعوا الخطأ اللي غيتنفذ من طرف اللاعب يوسف أوغادي. المدافع يوسف أوغادي كيسدد زيدا عرضية كتضرب في الحائط وكتخرج للشرط الشرط لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. يوسف أوغادي أكيد اللي كيصعد لمساندة الهجوم ديال فريق أولمبيك خريبكا. تدخل ديال مهدي بالرحمة أمامنا كيخرج الكرة للشرط الشرط لفائدة الفريق الخريبكي. مرة أخرى يوسف أوغادي اللي غادي يحاول أنه يعني ينفذ الشرط بطريقة أكيد طريقة ديال الزاوية بسرعة نفذات داخل المعترك. دائما الخطورة الإبعاد من طرف المهدي بالرحمة. نجيب كوميا. كوميا كيرجع الكرة عند خالد العسكري. عبد الرحيم شاكير. هذا لعيب حمزة قرعي. إلياس حداد. عند المدافع الأيمن يوسف العمري. عبد الرحيم شاكير. أكيد عبد الرحيم شاكير اللي طلب بعض الوقت حتى أنه يستأنس مع المركز الجديد. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي. تدخل ديال الإيفواري. إبراهيم باكايوكو دائما كيحتفظ بالكرة. باكايوكو شرط لفائدة الجيش الملكي بالفعل لأنه آخر من لمس الكرة هو الإيفواري أمامنا. إبراهيم باكايوكو لاعب يعني بنية جسمانية ما شاء الله قوية والحضور متميز على مستوى الدفاع. هذه محاولة تونغارا كيمرر كتوصل الكرة للمهدي بالرحمة. كامل طلب الكرة ولكن أو إجرورتن خروج موفق ديال خالد العسكري. بداية كلايات أكيد مع فريق الجيش الملكي خالد العسكري اللي أكيد تلقى استقبال حار من جماهير فريق الجيش الملكي يعني عند دخوله الأرضية الملعب من أجل يعني القيام بعمل الإحماء. تبعوا محاولة تسديدة من اللاعب بلال المقري. دائما كرة لفائدة. هذه محاولة ما كانش هناك تسلل لبلال المقري ولكن خروج موفق لأمين البرقادي. كانت تمريرة من الكاميروني بيكي دونجي. هناك خطأ حكم المساعد رفع الراية. خطأ في حق اللاعب أبو بكر تونغارا لعيب الماري واللي اكيد دخل التاريخ خصوصا بعد ما يعني فريق الجيش الملكي يعني لاول مره يتعاقد مع يعني لاعب اجنبي. وانتظارات كبيره من الجماهير اكيد من هذا اللاعب ابو بكر تونغارا. لاعب عنده امكانيات جيده. محمد عسكري كيمرر عند بيغي دونجي كتضيع منه الكره. تدخل ديال حمزه قلعي في وسط الميدان. صابر الغنجاوي الياس حداد عبد الرحيم الشاكير ترجع الكره للحارس محمد امين البرقادي. عبد العالي عبوبي راسيه اسامه المزقولي ضاعت منه الكره في وسط الميدان. دائما صراع كبير بين اللاعبين. يوسف العمري ممتازه عند صابر الغنجاوي. ابو بكر تونغارا مره اخرى صابر الغنجاوي في اتجاه المهدي بالرحمه كيمرر في الجهه اليسرى. واكيد عز الدين ايتودي دائما في بحث عن الحلول لانه الان مطالب عدم تلقي اهداف اخرى وبالتالي تسجيل هدف ديال التعادل. فيما عزيز العامري كل دقيقه تمر الا واكيد لاحظوا في حديث مع اللاعبين لانه المباراه امس بعد صعبه لانه تسجيل الهدف ديال تدويب الفريق اكيد كيخلي الان الامور كلها مفتوحه على كل الاحتمالات. صابر الغلجاوي عبد الرحيم شاكير بطريقه ممتازه. المهدي بالرحمة. توصل الكرة عند أيوب العبلود. دائما كيحتفظ بالكرة عند اللاعب توفيق إجروتن. إجروتن مراوغة ممتازة والسرعة ديال إجروتن مشى في الجهة اليسرى. توفيق إجروتن الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ. كان تدخل ديال المدافع نجيب كوميا. حكم كيقول ما كاينش هناك خطا في عبد العالي العبوبي كيمرر عند اللاعب بيغي دونجي كيلعب كره طويله البحث عن بلال المقري والحكم كيعلن الخطا يعلن عن الخطا بعد تدخل ديال المدافع يوسف العمري امامنا بلال المقري.
اكيد يبحث عن الحلول كذلك على مستوى الهجوم ديال فريق اولمبيك خوريبكا. بين البكري سجل 6 ديال الاهداف. تابع المحاوله، محاوله ماذا يضيع اكيد لمهاجمي فريق اولمبيك خوريبكا. كانت محاوله سانحه للتسجيل. لاحظوا محمد عسكري كيلعب الكره، اللاعب دونجي الراسيه كانت ديال اللاعب اوغادي مره اخرى، ولاحظوا الكره كتضيع. يعني يمكن نقول بانه كانت فرصه مواتيه لتسجيل هدف ديال التعادل، الراسيه ديال اللاعب يوسف اوغادي ثم التسديده. هدف كان محقق لفائدة فريق أولمبيك خوريبكا، وبالتالي تضيع هذه المحاولة صعود أمام نادي العميد يوسف أوغادي. وبالتالي يمكن نقول بأنه يعني مرمى فريق الجيش الملكي، يعني كانت أمام هدف محقق وخطورة من لاعبي فريق أولمبيك خوريبكا اللي كانوا قراب من تسجيل هدف ديال التعادل. اكيد عز الدين عجودي، يعني هناك ابتعاد من يعني تضييع محاوله بهذا الشكل، لانه كان هناك تقريبا جوج ثلاثه ديال اللاعبين كان بامكان يعني لاعبي فريق اولمبيك خوريبكا انهم يوضعوا الكره في الشباك، وبالتالي الكره تضيع. عبد الرحيم الشاكر، محمد كمال كتوصل الكره ليوسف العمري، كانت تمريره من مصطفى اليوسفي، كانت مطالبه بالخطا، الحكم طلب مواصله اللقاء والشرط لفائده الجيش الملكي. بسرعه كيتنفذ من يوسف العمري عند محمد كمال، محمد كمال مضايق، تدخل ديال يوسف اوغادي، الياس حداد، نجيب او لاعب ايوب بالرحمه، ابو بكر تونغارا من الهدافين بالنسبه لفريق اولمبيك خوريبكا. كان وجدوا بلال المغرب سجل 6 الاهداف، هناك امين تيغزوي اكيد اللاعب كيتواجد على مستوى الاحتياط ديال فريق اولمبيك خوريبكا، وقد يكون من الحلول ومن الاوراق اللي غادي يرمي بها عز الدين عجودي لتسجيل 5 ديال الاهداف. اكيد مبينغي طونجي كذلك 6 ديال الاهداف، نجيب معتني، العبوبي، هناك حميد كالي وباكايوكو وعسكري مسجلين هدف واحد. ترجع الكرة للحارس محمد أمين البرقادي، بالرحمة إلياس حداد، عبد الرحيم الشاكر، محمد كمال، كرة ممتازة لمحمد كمال، كان بإمكانه أنه يمرر لأنه مصطفى اليوسفي طلب على الكرة. محمد كمال مرة أخرى كي ياخذ الكرة، ولكن تدخل ديال الإيفواري برايما باكايوكو كيخرج الكرة اللي أشار الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. الأسبوع المقبل كذلك هناك مباريات قوية، نتابعوا هذه المحاولة وبعد ذلك أكيد نعطي البرنامج حتى نوضعوا الصورة، نوضعوا المشاهد الكريم في الصورة. هناك تسلل، تسلل على أبو بكر تونغارا اللاعب الألماني. قلت الأسبوع المقبل شباب عطاس خليفة غادي يستقبل النهضة البركانية، المغرب التطواني أمام شباب الريف الحزيمي، لقاء الوداد أمام الجيش الملكي أكيد لقاء اللي غادي يتأجل نظرا لمشاركة الوداد بدوري أبطال إفريقيا، أولمبيك خوريبكا يستقبل الدفاع الحسني الجديدي، الكوكب المراكشي أمام النادي القنيطري، اللقاء كذلك سيؤجل لقاء الفتح الرباطي أمام شباب قسم تادلة، ولقاء حسن أكادير أمام اتحاد طنجة لمشاركة الفتح واتحاد طنجة في الاستحقاقات الإفريقية، وأولمبيك أسفي أكيد اللي غادي يستقبل فريق الرجاء. وبالتالي يمكن الجولة المقبلة اللي غتعرف تأجيل ثلاثة ديال المواجهات، الوداد الجيش الملكي يمكن نعتبره لقاء القمة أكيد بالنسبة للجولة 21، الفتح أمام شباب قسم تادلة، وحاسد أكادير كذلك لقاءات مهمة أمام اتحاد طنجة. نتابعوا المحاولة بواسطة لعيبة دونجي، بلال المقري، هذه محاولة، محاولة بلال المقري، بلال المقري كانت أمامه فرصة أكيد طريقة ممتازة باش سدد، خصوصا بأنه كان هناك تقدم
بعض الشيء الحارس محمد امين البرقادي لاحظوا يعني بيكي طونجي تمكن انه يسترجع الكره. بناء المقري كان عنده جوج حلول، اما يمرر اما يسدد، لاحظوا السديده لو رفع الكره يعني يعني بشكل يعني افضل مما تابعنا، كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. لاحظوا محاوله ضائعه من فريق اولمبيك خوريبكا، هذه محاوله تدخل ديال خالد العسكري، واكيد باكايوكو هو اللي بعاد الكره، كانت محاوله خطيره اكيد لما تضيع. هذه معادله في كره القدم، بامكان انك تستقبل، وهذا اللي كان كنا غنتابعوه من خلال المحاوله الاخيره. لاحظوا يعني عز الدين عيتودي لانه كانت فرصه مواتيه لفريق الجيش الملكي لاضافه الهدف الثالث. محمد كمال، ايوب العملود، توفيق اجروتن في وسط الميدان، عبد المهدي بالرحمه، ابو بكر تونغارا دائما كيحتفظ بالكره بالرحمه، تمريره هناك تسلل على توفيق اجروتن، يعني التمريره كانت ممتازه ولو ان التسلل كنقول يعني بسنتيمترات كان تقدم بعض الشيء ديال توفيق اجروتن، ولكن التمريره كانت جيده بسرعه. أسامة المزقوري، كرة عند بناء المقري، أسامة مرة أخرى الكرة في الجهة اليمنى ولكن ما تمكنش لاعب نجيب كوميا أنه يأخذ الكرة. يوسف العمري، صابر الغرجاوي، كرة في الجهة اليمنى، هذه محاولة بواسطة أبو بكر تونكارا اللاعب المالكي مرار، وتدخل ديال خالد العسكري في مناسبتين، تدخل ديال الحارس خالد العسكري في مناسبتين، كانت تمريرة من الجهة اليمنى بواسطة المالي أبو بكر تونكارا. الآن الضغط يعني هو محاولات من فريق الجيش الملكي ومساندة كبيرة، يعني الجمهور الآن اللي كيقدم لوحات يعني فنية ومساندة كبيرة. وهنا نتابع أكيد المحاولة اللي كانت تمريرة من اللاعب محمد كمال، اكيد يعني اذا وصلت الكره للاعب تونغارا كانت ستشكل خطوره على الحارس خالد العسكري. تقطيع الكره للاعب نجيب كوميا، اكيد كتوصلكم الاصداء ديال الجماهير فريق الجيش الملكي، الجماهير اكيد اللي لتواصل التشجيع، وامام النتيجه دائما 2-1 لفائده الجيش الملكي، ثنائيه مصطفى اليوسفي والهدف بيكي طونجي اكيد لاعب الكاميروني في شباك خالد العسكري. وغنتابعوا تغيير ثاني في صفوف فريق اولمبيك خوريبكا اللي كيساعد للدخول هو امين تيغزوي، اكيد غنتظروا التوقف ديال الكره. فعندنا اذا غيتم التغيير، دخول اللاعب تيغزوي، عز الدين عيتودي غادي يحاول انه يعني ضغط دماء جديد على مستوى الهجوم ديال فريق اولمبيك خوريبكا. محمد كمال، تدخل ديال ابراهيم باكايوكو. اذا الان غيتم التغيير، عبد العالي عبوبي ديال الخروج اضطراري، عبد العالي عبوبي هناك اصابه بالفعل، يعني عبد العالي عبوبي اللي دخل خلال الجوله الثانيه يعني يغادر بعد اصابه ديالو، لاحظوا لانه ماسك في الفخذ وبالتالي يمكن هناك يعني تمزق، نتمنوا الشفاء العاجل لعبد العالي عبوبي، اكيد لاعب سابق للشباب اطلس خنيفره. اذا خروج لاعب عبد العالي عبوبي ودخول امين تيغزوي، تغيير ثاني في صفوف فريق اولمبيك خوريبكا، بينما عزيز العامري مادام مازال كيحتفظ بالتغييرات ديالو الثلاث. ابراهيم باكايوكو، يوسف اوغادي، تيغزوي، امين تيغزوي كتضيع منه الكره، تدخل ديال صابر الغرجاوي، محمد كمال كسر الكره مصطفى اليوسفي، امين تيغزوي عوده موفقه، عسكري، اسامه مزقوري مره اخرى، امين تيغزوي تبات قصيره بين لاعبي فريق اولمبيك خوريبكا. كره في الجهه اليسرى عند يوسف اوغادي الى جانبه اسامه البزكوري او بلال البكري، نجيب المعتلي. كنقول بان اولمبيك خوريبكا خلال الجوله الثانيه افضل من الجوله الاولى،
هذه محاولة لفائدة فريق أولمبيك خريمكا، ولكن تدخل ديال الدفاع توفيق إجروتن، كرة في الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. يوسف العمري بسرعة كيسترجع أمين تيغزو، هذه محاولة لفائدة فريق أولمبيك خريبكا من الجهة اليسرى اللي كترفع الكرة البحث عن بينكي دونجي. دونجي كيستانو، بينكي دونجي كان بإمكانه يوقع الهدف الثاني لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، وبالتالي كتضيع محاولة أخرى من الفريق الخريبكي. لاحظوا التمريرة من بلال المقري وتسديدة ديال اللاعب الكاميروني اللي كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. لاحظوا ما مشاتش بعيد، ما مشاتش بعيد على القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد أمين البرقادي، وردت فعل أكيد واضحة ولا تحتاج لتعليق بالنسبة للمدرب عز الدين عيدجودي. محاولة أخرى ضائعة لفريق أولمبيك خريبكا، أصبح أكثر خطورة أمام اللاعبين الاحتياطيين بالنسبة لفريق الجيش الملكي. أكيد في انتظار أنه نتابعوا تغييرات تواجد الحواصلي عزيم النغمي، يعني من المهاجمين يمكن أنه يعني نتابعهم خلال هذه الدقائق يعني المقبلة. بوشعيب سفياني البزغودي الوادي، وهذه محاولة وهدف، الهدف الثاني وهدف التعادل لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. قلت بأنه الفريق الخريبكي خلال الجولة الثانية هو الأفضل، يعني هدف بواسطة لاعب والمدافع والعميد يوسف أوغادي. إذن هدف ديال التعادل أولمبيك خريبكا، إذن كيتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل، وفرحة مستحقة لجماهير خريبكا بهذا الهدف. أكيد يعني هناك عتاب الآن من عزيز العامري اللاعبين، لأنه تابع أن هناك فتور على مستوى الأداء ديال فريق الجيش الملكي. بالمقابل يعني أولمبيك خريبكا كان أفضل، تحول العديد من الفرص. لاحظوا أمين تيغزوي، أمين تيغزوي كيمرر عند اللاعب المغربي، مشى اللاعب يوسف أوغادي، أوغادي يسدد عرضية تعانق شباك الحارس محمد أمين البرقادي. جوج لجوج، هدفين لمثلهما، وأعتقد المباراة مازال يعني بإمكانها تعطينا أهداف أخرى. أكيد الطريقة باش ملعوبة الآن المباراة، لقاء مفتوح بين الفريقين بين المدربين، وبالتالي يمكن نتابعوا أهداف أخرى في هذه المواجهة. كرة في أيدة فريق الجيش الملكي، هناك خطأ، كان خطأ في حق اللاعب المالي أبو بكر تونغارا. تابعوا الخطأ، الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. كترفع الكرة، خروج خالد العسكري، محاولة رأسية ديال عبد الرحيم الشاكير. كان هناك مطالبة بلمسة يد ومطالبة بضرب الجزاء، الحكم طلب مواصلة اللقاء. كرة في وسط الميدان لفائدة فريق الخريبكي، كانت تمريرة من بيغ دونجي. الآن الجيش الملكي أكيد غادي يبحث عن الهدف أو أهداف أخرى اللي يمكن تأمن ليه الفوز في هذه المباراة، فيما فريق أولمبيك خريبكا أكيد غادي يحاول أنه يعني يستثمر هذا الاندفاع، ولما لا أنه المرتدات الهجومية يعني تحمل خبر صار الفريق الخريبكي. ولكن أكيد نتابعوا يعني الدقائق المقبلة. بوتيرا مصطفى اليوسفي كيرفع الكرة، تدخل ديال المدافع نجيب كوميا، دائما تو إجروتن، إجروتن سديدة ولكن يعني ما كانش بالقوة الكافية. توفيق إجروتن، لاحظوا تابعوا من جديد أكيد الخطأ اللي نفذ بواسطة المهدي بن رحمة، الرأسية ديال عبد الرحيم شاكير. هنا كان المطالبة بلمسة يد نجيب كوميا، نجيب كوميا، وتابعوا تابعوا تابعوا واش لبست الكرة، لأنه كما كنتابعوا كيد الصورة ما واضحاش بشكل كبير،
وبالتالي الحكم كان قريب من العملية، طلب مواصلة أكيد كل القرارات لابد احترامها بالنسبة للحكم المباراة صاحب القرار الأول والأخير. المباراة المتوقفة تتعطى الإسعافات الأولية، أعتقد لاعب أسامة الذكوري وليس سقط فوق أرضية الملعب، كان هناك مطالبة بالتغيير. لاحظوا تابعوا من جديد، أو هذا اللاعب حمزة قلعي لما كتطل الإسعافات الأولية. نتمنى تكون هناك إصابة بالغة للاعب حمزة قلعي حتى عز الدين أيجودي، ف أكيد كينتظر القرار اللي يمكن غيكون النهائي ديال طبيب الفريق، طبيب الفريق الخريبكي، لأنه هو غيعطي أكيد القرار الأول والأخير. أكيد كنتابعوا الدكتور مصطفى بقال على أي المباراة متواصلة. كرة في الجهة اليمنى عند محمد كمال هناك اللي كان رفع الرجل من اللاعب والمدافع يوسف أوغاديف. الآن غنتابعوا التغيير، جوج ديال التغييرات، دفعة واحدة بالنسبة لعزيز العامري، دخول كل مهدي النغمي وإبراهيم البزفودي. إذا جوج ديال التغييرات، أكيد تغييرات هجومية. النوايا ديال عزيز العامري أن واضحة، البحث عن هدف ليعطي على الأقل تقدم لفائدة الجيش الملكي. إذا خروج توفيق إجروتن اللاعب السابق للنادي القنيطري، دخول المهدي النغمي، إذا خروج توفيق إجروتن الذي ناور سواء المستوى الجهة اليمنى أو المستوى الجهة اليسرى حتى أنه يلقى حلول. المهدي النغمي اللي مسجل 4 ديال الأهداف رفقة فريق الجيش الملكي. إذا دخول إبراهيم البزغودي، خروج محمد كمال، محمد كمال أكيد يقدم لقاء ودقائق للعباء أكيد كانت جيدة. كانت مطالبة بالزاوية، حكم المساعد أعلن على ضربة مرمى، ولو أنني يمكن عندي عتاب بسيط على محمد كمال لأنه خرج من مكان ماشي من المكان أكيد مخصص للخروج، لأنه لما كيخرج لاعب ويدخل لاعب احتياطي فهذاك اللاعب أكيد هو محتاج للدعم، ومحتاج حتى لو ذاك اللاعب لما كيسلم عليه فأكيد وكيطلب منه أنه يقدم أفضل ما عنده، فكيخلي أنه يبذل مجهود كبير. نتمنى أنه هذه النقطة أكيد، ولو انا اعتقد تفكير ديال محمد كمال انه خرج بسرعه باش انه استثمار الدقائق، ولكن نتمنوا بانه اللاعبين لانه مهم جدا، وانه حتى اللاعب البديل فيمكن الدور اللي غادي يقدم يقدمه يمكن يكون دور كبير واكبر من اللاعب يمكن اللي كان لاعب رسمي. على اي نادي محاوله لفائده فريق الجيش الملكي، بسرعه كيسترجعوا لاعبين فريق اولمبيك خريبكه. كره في الجهه اليسرى المهدي بن رحمة عند تضيع الكرة لمصطفى اليوسفي بن رحمة، محاولة فائدة فريق أولمبيك خريبكة، التمريرة في الجهة اليسرى عند لاعب بلال البقري، ولكن الأقرب اللي عبد الرحيم شاكير، كيرجع الكرة للحارس محمد أمين البرقادي. أكيد العودة ديال لاعب حمزه قلعي اللي كان ساقط فوق ارضيه الملعب. تبع المحاوله فائده فريق الجيش الملكي، مصطفى اليوسفي كيمرر عند المهدي النغمي، المهدي النغمي شنو غادي يعمل؟ المهدي النغمي ابراهيم البزغودي يطلع الكره، ابراهيم البزغودي الكره عند اليوسفي، هناك تسلل حكم رافع الرايه، تسلل تلك تضيع هذه المحاوله من فريق الجيش الملكي. نفذ الخطا من خالد العسكري، كره طويله اكيد امامنا جوج الحراس اللي عندهم تجربه. المهدي النغمي شنو غادي يعمل؟ المهدي النغمي كيمرر البحث عن لاعب مصطفى اليوسفي، ولكن الكره كتخرج خارج عن الملعب.
ضربة مرمى لفائدة أولمبيك خليبكا. كيد أولمبيك خليبكا كيحاول يعني بين الفينة الأخرى أنه يحاول ينزل من إيقاع ديال اللقاء بالمقابل فريق الجيش الملكي، كيحاول أنه لأنه كل ما كان الإيقاع سريع كل ما أكيد غنتبعوا محاولة تسجيل كرة طويلة عند بلال البكري. كان تدخل ديال المدافع يوسف العماري أمين تيغزوي شرط لفائدة فريق أولمبيك خليبكا. أمين تيغزوي وصلت كرة لنجم المعتاني إبراهيم البزغودي. إبراهيم البزغودي دائما الكرة لفائدة فريق الجيش الملكي عند لاعب أيوب العملود. أخذ ورد وأسامة البزكوري كيمرر في الجهة اليمنى. صعود ديال اللاعب نجم كوميا عبد الرحيم الشاكير. هناك تسلل او العوده من تسلل بالنسبه لابراهيم البزغودي. امامنا ابراهيم البزغودي اكيد اللي كان صانع الافراح ديال اولمبيك خليبكا، واحد من اللاعبين كانوا المتميزين اكيد فريق الخليبكي. اكيد اليوم هو رفقه فريق الجيش الملكي، وهذه اكيد هي طبيعه كره القدم. الحكم كيعلن على الخطا عبد الرحيم شاكير. دائما المباراة متوقفة. يوسف العمري الحكم كيطلب من الطاقم الطبي انه يدخل، وعزيز العامري اكيد في تفكير يعني الحلول اللي يمكن يعني يوجدها واللي تعطيه التقدم في هذه المباراة. فريق الجيش الملكي اكيد في كل لقاء اصبح كيبحث عن نتيجة إيجابية، يبحث عن الانتصار. باش تكونش إصابة للاعب يوسف العمري. إبراهيم البزغودي بالرأس، تدخل ديال الدفاع كان تدخل ديال كوميا. مرة أخرى محاولة صاب الغنجاوي. الغنجاوي عند المهدي مرحبا كيحاول يسدد، كيسدد سديدة ولكن مشات هذه محاولة محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي وتدخل ديال الدفاع. دائما الخطورة هدف لفائدة الجيش الملكي، هدف لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف الثالث. قلت بأنه عزيز العمري يبحث عن الهدف ديال التقدم ويبحث عن الهدف اللي يمكن أن يمنح الحلول الانتصار. إذن هدف بواسطة مصطفى اليوسفي أكيد اللي كيتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الثالث، وبالتالي الهاتريك في هذا اللقاء. وفرحة كبيرة ومستحقة لجماهير الجيش الملكي. تابعوا هنا تسديدة ديال المهدي بالرحمة، تدخل أو مشات الكرة كان خروج ديال خالد العسكري، ثم التمريرة من اللاعب أبو بكر تونكرة كتوصل الكرة لمصطفى اليوسفي كيوضع الكرة في الشباك. هدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي، وبالتالي يمكن نقول بأنه الجيش الملكي كينجح في الوصول مرة أخرى لشباك الحارس خالد العسكري. لاحظوا فرحة كانت كبيرة ومستحقة لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا مرة أخرى غادي نتابعوا المجهودات اللي يمكن يبذلوها لاعبين الفريق الأولمبي خليبكا وردة فعل ديالهم. حتى الآن خمسة ديال الأهداف، خمسة أهداف في هذا اللقاء، ثلاثة منها لصاحب الأرض والجمهور فريق الجيش الملكي. ويمكن نقول عريس هذا اللقاء هو اللاعب اللي امامنا مصطفى اليوسفي اللي تمكن من توقيع يعني الهاتريك في هذه المواجهه. لاعب عنده امكانيات جيده، واعتقد انه حتى المدرب عزيز العامري يحاول انه كما كنقول انه يجبد كل ما عند هذا اللاعب. لاعب اللي عنده تقنيات، عنده كذلك حضور بدني وكذلك التموضع ديالو دائما التموضع جيد. مرة أخرى اليوسفي، اليوسفي يسدد، اليوسفي يسدد وخالد العسكري. أكيد كتوصلكم الأصداء ديال الجماهير، فرحة كبيرة هنا في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بعد تسجيل وتوقيع الهدف الثالث لفائدة الجيش الملكي ومصطفى اليوسفي الذي يعني هو اللي كيحمل يعني الخطورة ويزعج يعني راحة المدافعين. أبو بكر تونغرا
تشجع لاعبين فريق اولمبيك ريبكا. المباراه مازال ما انتهتش، اكيد كان اقل او سرعه ديال الدقائق على الوقت الاصلي للقاء، ولكن يمكن نقول بان المباراه مازال ما انتهتش. يمكن تابعوا هدف اخر سواء الجيش الملكي سواء لفريق اولمبيك ريبكا، لانه الان المباراه مفتوحه على كل الاحتمالات، ولو ان الخطر الان اللي فائده الجيش الملكي من الجهه اليسرى بواسطه المهدي بالرحمه، بالرحمه غيحاول يرفع الكره، كيرفع الكره وصلت فقط عند اسامه البزغوري، مراوغه ديال اسامه البزغوري في وسط الميدان عند محمد عسكري كيبحث عن اللاعب بلال المقري، ولكن الان مرتد هجومي خطير لفائده الجيش الملكي المهدي النغمي، والحكم كيعلن الخطا وانذار، انذار للايفواري ابراهيم باكايوكو. مباراة اللي مشات بروح رياضية في شوية الإنذارات، لأن أول إنذار في فريق أولمبيك ريبكا كان تدخل ديال المدافع إبراهيم باكايوكو في حق المهاجم المهدي النغمي، فيما سننتظر يعني تغيير ثالث وأخير في صفوف فريق أولمبيك ريبكا اللي كيستعد هو اللاعب المهدي القدام، وتغيير ثالث كذلك في صفوف فريق الجيش الملكي، دخول اللاعب والمدافع محمد الشيخي من خلال التغيير كتبنى القراءة، دخول محمد الشيخي عنده دور دفاعي، وبالتالي عزيز العامري تأمين أكيد الخط ديال الدفاع بالمقابل دخول المهدي، أكيد حتى أنه عز الدين عيجودي يعطي إضافة أخرى على مستوى الهجوم ديال فريق أولمبيك ريبكا. المهدي الكتام غنتابعوا الان اذا التغيير، اذا دخول مهدي الكتام وخروج اللاعب حمزه قلعي، في انتظار انه نتابعوا المكان من غيدخل اللاعب محمد الشيخي، غادي ننتظروا حتى اكيد يتنفذ الخطا. عبد الرحيم الشاكير محاوله، ولكن ما تمكنش صابر الغرجاوي انه يعني يسدد، هناك خطا ضد اللاعب صابر الغنجاوي، خطأ لفائدة فريق أولمبيك ريبكا. خمس دقائق أكيد أخيرة من الوقت الأصلي للقاء كبير وقوي، تابعنا إبراهيم باكايوكو أكيد اللي تلقى الإنذار، كرة طويلة رأسية ديال بلال المقري، المهدي النغمي، المهدي بالرحمة ممتازة من أبو بكر تونغارا، ترجع كرة مرة أخرى لأسامة المزقوري، تيغزوي مرة أخرى، تيغزوي في الجهة اليمنى كيحتفظ بالكرة، والشرط لفائدة الفريق الخريبي بسرعة عند نجيب المعتلي، نجيب المعتلي، نجيب المعتلي، شنو يعمل نجيب المعتلي؟ لاعب متميز، قراءة ممتازة عند يوسف أوغادي، أوغادي كيمرر، تدخل جيد للدفاع اللي كيبعاد الكرة، إبراهيم باكايوكو الآن أعتقد غادي يتم التغيير، إذا التغيير ثالث وأخير في صفوف فريق الجيش الملكي بعد دخول المهدي النغمي وإبراهيم البزغودي، الآن دخول اللاعب محمد الشيخي، محمد الشيخي أكيد المدافع، إذا خروج أبو بكر تونغارا، خروج مهاجم ودخول مدافع في أربعة الدقائق الأخيرة أو أقل، كنقول بأنه مقبول أكيد في لقاء قوي من أجل تأمين النتيجة. بلال المقري، الكرة طويلة عند لاعب بيكي دونجي، كتمشي عند أسامة البزغوري، ولكن الأقرب هو محمد الشيخي، أول لمسة للشيخي، تمريره دي محاوله لفائده فريق اولمبيك ريبكا، دونجي شنو يعمل؟ كيمرر عند بلال المقري، ولكن كتضيع منه الكره، تدخل ديال العميد المهدي بالرحمه، لاحظوا العوده ديال نجيب المعتلي كيرفع وكيمرر، ولكن تدخل ديال المهدي بالرحمه اللي كيبعاد الكره. باكايوكو، خالد العسكري، نجيب المعتلي،
بلال المقري، بلال المقري، بلال المقري مشعب الكرة، طلب الكرة أوغادي، أوغادي هذه محاولة فايدات فريق أولمبيك خريبكا، وتدخل ما فيش ولا خطأ، تدخل ديال عبد الرحيم الشاكير أمام المدافع يوسف أوغادي، ما كانش هناك خطأ. باكايوكو أسامة المذكوري، إبراهيم باكايوكو، هذه محاولة فائدة فريق أولمبيك خريبكا، دونجي والحكم كيطلب مواصلة اللقاء، كانت المطالبة بالخطأ، الحكم طلب مواصلة اللقاء، كيصبح المرتد هجومي، محمد الشيخي مشى في الجهة اليسرى، محمد الشيخي محاولة الجيش الملكي، الشيخي ولكن ما تمكنش أنه يراوغ أو يمرر، والحكم يعلن على الخطأ لفائدة إبراهيم المزغودي، حكم يعلن على الخطأ بعد تدخل ديال نجيب كوميا. لاحظوا إبراهيم المزغودي، كان تدخل ديال المدافع نجيب كوميا، هنا كانت المطالبة بالخطأ بعد تدخل ديال إلياس حداد، وهناك مطالبة بضرب الجزاء، ولاحظوا ما كاينش هناك يعني خطأ، يعني ما كاينش ضرب الجزاء. كنلعبوا الدقيقة الأخيرة، أكيد عدسة كل المصورين وأعين كل المتتبعين على التواني الأخيرة من اللقاء، في انتظار أنهم تعرفوا على الوقت بدل الضائع. إذا غنتابعوا هذه المحاولة، ترفعات الكرة الرأسية، تدخل ديال الدفاع دائما خطيرة، صاب الغرجاوي وسديد، وتدخل ديال الدفاع، كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعنا التسديدات ديال صابر الغرجاوي، هناك سقوط أحد اللاعبين، ثلاثة ديال الدقائق كوقت بدل ضائع ديال هذه الجولة الثانية، والجيش الملكي يسير في الطريق الصحيح للتوقيع على الانتصار الثامن في هذا الموسم، الخامس بالميدان، وكذلك الانتصار الرابع منذ كيد انطلاق الشطر الثاني من الدوري الاحترافي، وبالتالي الجيش الملكي اكيد يرسل اشارات قويه بانه قادم بقوه. بالرحمة المهدي النغمي، الشيخي يطلب الكرة في الجهة اليسرى، ما كانش في وضعية ديال التسلل، هذه محاولة إبراهيم المزغودي، وكذلك المهدي بالرحمة، الشيخي عند المزغودي، ما كاينش تسلل واش غيعمل المزغودي، المزغودي حاول أنه يراوغ يدخل داخل المعترك، المزغودي والحكم كيطلب مواصلة اللقاء، كان سقوط ديال إبراهيم المزغودي، أمين تغزوي، أسامة المزغوري، محاولة لفائدة الفريق أولمبيك خريبكا، تمرير عند أمين تيغزوي، تيغزوي غيمشي في الجهة اليمنى، ولكن لاحظ عبد الرحيم شاكير في المكان المناسب، عبد الرحيم شاكير اللي قدم لقاء جيد أكيد على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. كنتابعوا التمريره من اسامه المذكوري، وخروج محمد امين البرقادي امام مهدي الكتام، كيتنفذ على الشرط، استرجعوا لاعبي فريق الجيش الملكي، تمريره عند الشيخي، كيمرر ابراهيم المزغودي، المزغودي بامكانه يمرر عند المهدي النغمي، خطيره لفائده الجيش الملكي، المهدي النغمي، 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 اوه هدف رابع، هدف رابع لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف رابع لفائدة فريق الجيش الملكي، والموقع أكيد البديل والمدافع محمد الشيخي بتوب مهاجم، إذن هدف رابع، وأعتقد بأنه الجيش الملكي حسم ثلاث نقاط لفائدته. أكيد راح دور ضد في عدي العزين، أي جولة كان هناك فراغات على مستوى الدفاع، ولما يكون عندك لاعبين بقيمة المزغودي وبقيمة المهدي النغمي، لاحظوا المهدي النغمي بغى يسدد ولكن
صبحت التمريرة ومحمد الشيخي المتابعة الجيدة يضع الكرة في شباك الحارس خالد العسكري، هدف رابع لفائدة فريق الجيش الملكي. واكيد تابعنا الفرحات ديال اللاعبين وديال الجمهور وكذلك ديال اللاعب السابق امام الشمامي محلل كذلك قناة الرياضية، فرحة كبيرة وفرحة مستحقة. إذن 4-2 في لقاء يمكن نقول بانه قدم كل ما عنده، ويمكن نرجع للحديث اللي قلت بانه 10 دقائق الاخيره قلت مازال المباراه مازال تعطينا اهداف، لانه لقاء الطريقه باش ملعوبه المواجهه باش ملعوبه اعتقد كان بامكاننا نتابعوا يعني اهداف. وبالتالي الجيش الملكي استثمر الدفاع اولمبي خليبكا واستثمر يعني الفراغات والمساحات، وبالتالي سجل انتصارا مهما وهو الانتصار الثامن له في الموسم، وبالتالي كرفع الرصيد ديالو 31 نقطه كيصبح نفس النقاط مع فريق اتحاد طنجه. وبالتالي الجيش الملكي ينضم للكوكبه التي ستصارع من اجل اللقب. نبغي في النهايه اكيد نشكر كل زملائي التقنيين، اكيد زميلي الرياضي وكذلك عبد الهادي ابو زيد في الاخراج. هذا هشام فراج يحييكم، القاكم في مناسبه قادمه بحول الله.